حضرموت أرض لها مكانة وخصائص جمة تميزها عن غيرها. رسالة رائعة تقدمها حضرموت، تراث ممتلئ بكل التفاصيل التي تقدمه بصورة تميزه عما حوله، فن ورقص وموروث ثقافي وآثار وحضارة، والكثير من الخصائص التي تجعل من هذا المكان مكانا مميزا من حيث تفاصيل الإنسان أو الطبيعة فيما حوله. وموسم البلدة أيها السادة له وهجه هو الآخر في زيادة الميزة لساحل حضرموت تحديدا، حدث عجيب له أسرار فلكية وطبيعة مختلفة. طبعا لا زال وطننا يعيش حالة من الصراع السياسي وتناضل حضرموت للحصول على مقوماتها الأساسية، وتناضل أيضا من أجل لقمة العيش قبل أن تفكر في توظيف البلدة من أجل استقطاب السواح. ولكن لو نظرنا للأمر من زاوية أخرى فسنجد أن مشروع توظيف الموسم لتشجيع السياحة هو أمر في رأس الاحتياجات الأساسية، كونه يرتبط بالاقتصاد مباشرة. فالسياحة تعد من أهم مصادر الدخل في حضرموت وفي كل البلدان العربية، وهي تنافس النفط أيضا وغيره من الصناعات التي يمكن أن تنتهي في أي لحظة، مؤكدا نحن وكل الأجيال ننتظر اللحظة التي نرى فيها اكتمال السعادة بمقوماتها وإمكانياتها وجمالها أيضا. موسم البلدة ظاهرة طبيعية ومناخية فريدة تمتاز بها سواحل محافظة حضرموت، تحدث في الفترة ما بين 15 و27 من شهر يوليو تموز من كل عام ميلادي. على الرغم من سخونة الأجواء خلال هذه الفترة الخريفية، إلا أن هبوب الرياح الجنوبية الغربية والتي تسمى محليا رياح الشمال تؤدي إلى تلطيفها والتخفيف من سخونتها، وتعطي المناطق الساحلية أجواء لطيفة ونسمات باردة، وتتسبب في إحداث تيارات بحرية ينجم عنها برودة البحر الذي يجذب الناس من كل حذب وصوب. لكم أيها السادة أن تتخيلوا معي هذه الأجواء والصورة، كفيلة بتوصيل جمال الحكاية والرواية. حينما يحين موسم البلدة السياحي تكون الاستعدادات كثيرة وكبيرة على قدر من الحرص والمسؤولية. مهرجانات يشهدها الموسم، سعادة غامرة، أهازيج ومظاهر للأفراح، فرحة مبهجة بموسم البلدة الذي حينما يحضر تعم الأفراح ويسعد الناس ويأنس الخاطر وترسم الذكريات، وتكون الحياة الفطرية والعفوية هي العنوان الأبرز لهذه الحكاية والرواية. من الأماكن التي يرتادها الناس في موسم البلدة شاطئ سيف حميد بالمكلا القديمة، والذي يعد انطلاقة رسمية مميزة
لموسم البلدة، وسط حضور الكثير من الناس بفئاتهم العمرية المختلفة في حالة اشتياق واستمتاع. وشاطئ كورنيش شارع 60 أيضاً، ساحة العروض وغيرها من الشواطئ في المديريات والمناطق الأخرى كمديرية الشحر ومنطقة شحير وروكب. هذه السواحل يكون لها رونق خاص وجمال أخاد، يأخذ الناظر لحياة سعيدة خلال موسم البلدة. بالنسبة للصياد في المواسم، هي المواسم في العام كله أربع مواسم: الشتاء والربيع والصيف فصل الخريف. فصل الخريف بالنسبة للصياد يقول نشاط أكثر في ذهابه للعمل وإجابه للعمل. إيش الأسباب التي تخلي الصياد يقل بالنسبة لنشاطه في عمله في البحر؟ بالنسبة للاضطرابات، اضطرابات البحر، لأن اضطرابات البحر في أيام الخرف يكون شمال، والشمال ما لها زمن معين تخري فيه، قد تخري في الصباح الباكر، قد تخري الساعة 10 في المساء، قد تخري الظهر، قد حتى العصر. فمن هنا الصياد أولا ما عاد يقدر الزمن يعطيه زمن فترة طويلة للعمل، من ناحية إعاقة أولا. ثانيا في أيام الخرف هذه في بداية نحن بنقول النعايم، فصل بالنسبة لفصل الخريف النعايم، وما بعد النعايم البلد، وما بعد البلد يأتي اللي يقولون المرزم، هذه كلها نيوم، ما بعد المرزم بعد المرزم سيل وباعريق والخباء والفرق، هذه سبع نيوم تأتي. في نيوم تشتد فيها البرودة، هي سبب رئيسي بالنسبة لشحة الأسماك. في أسماك تزداد في هذه الوقت، في أسماك نحن مثل زي ما القشريات، زي ما القشريات تزداد في أيام البرودة لأنها تسقط من الأعماق إلى الساحل، تخرج من الأعماق تطردها شدة البرودة وقوتها. هذه تأتي في ثلاثة نيوم أو أربعة نيوم. نحن بنقول في النعايم كما ذكرنا سابقا، في النعايم وفي البلدة وفي المرزم، هذه النيوم تكون شدة برودة قوية فيها فتأتي الأسماك هذه إلى الساحل من الأعماق إلى الساحل. وفي أسماك تهاير من المواقع مثلا زي ما السواد، شدة البرودة هذه تأثر عليه يختفي، لكن البياض هذه القشريات والبياض هذه يزداد في هذه الأوقات. فعندما يزداد الصياد يجلب منها من هذا البياض. لكن نحن الآن نحن نقول شحة الأسماك هي ذاتها في أصل البحر شحة الأسماك. ما هي الأسباب التي شحت بالأسماك؟ نحن بنقول الأسباب وعلمها عن أهل المعرفة وأهل العلم، أهل الدراسات والبحوث العلمية هم الذي يبرزون علمها، وكتكلمنا عدة مرات في هذه الأسباب، لكن هم أهل السبب وهم أهل العلم وهم أهل الخبرة في هذه الذات. إذا ما برزوا علمهم فهو يراجع إليهم. أما نحن نتكلم عن شدة البرودة، شدة البرودة هي تأثير للأسماك بالنسبة للسواد وغير السواد. أما القشريات هذه تزداد فيه. ثانيا بالنسبة كما قلت لك زمنة الوقت ما عاد يعطي فترة زمنية ويريع للصياد. ليش؟ قال إنه في هذا الوقت تكون شديد اضطرابات البحر، ما عاد يقدر يخدم. فمن هنا يعود الصياد المبكر إلى الساحل. عرف الحضارم ركوب البحار منذ وقت مبكر من تاريخهم، وتواصلت سواري سفنهم الماهرة عباب البحار القريبة والبعيدة مع شعوب وأمم كثيرة متعددة الأعراق والأجناس. ومن خلال رحلات تواصلهم للتجارة والهجرة تراكمت لديهم كما هائلا من معارف ملاحية مهمة، كما استفادوا أيضا من خبرات تلك الأمم والشعوب، وأفادوا ونقلوا أيضا معارفهم الملاحية للشعوب وأمم تواصلوا معها منذ أزمنة بعيدة ومغلة في القدم ومغلة منذ القدم. واشتهر الملاحون الحضارم بالإقدام والجسارة إلى جانب خبرتهم بالنجوم وفنون الملاحة، فقد تركوا من بعدهم تراثا كبيرا ومهما ظلت عليه تلك المصنفات التاريخية، تلك الكتب التي ألفوها وأرخوها بأسلوب لا يمكن إلا أن يأسرك في أجواء البحر وحكاياته الشيقة. ولعل للبحر حكاية جميلة ومواويل رائعة، هذه المواويل تجعل لهذه الحكاية رونقا مختلفا ومذاقا خاصا.
قسموا المال الطبال بينهم، ما بقيت بند بخال. قسموا المال الطبال بينهم، ما بقيت بند بخال. قالوا الصنبوك مشعوق، عاد شي خالف في الصندوق من الترك القديمة، عاد شي خالف في الصندوق. قسموا المال الطبال منهم، ما بقيت بند بخال. قسموا المال الطبال منهم، ما بقيت بند بخال. قالوا الصنبوق مشعوق، عاد شي خالف في الصندوق من الترك القديمة، عاد شي خالف في الصندوق. دلوى دلال 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 دلوى دلال دلال دلوى دلال دلال، عاد شي خالف في الصندوق من الترك القديمة. عاد شي خالف في والله نوخذ ما يوم يسأل عنهم في المخاول عدل، نوخذ ما يوم يسأل عنهم في المخاول عدل. همو يشوف القرش مطقوق، عاد شي خالف في الصندوق من الترك القديمة، عاد شي خالف في والله والله. الدحاميل الشياب عينهم حمرة تتقلب عيان، الدحاميل الشياب عينهم حمرة تتقلب عيان. المال بعض الحفظ مسروق، عاد شي خالف في الصندوق من الترك القديمة، عاد شي خالف في ودنا دنا 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 ودنا لدنا دنا 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 ودنا لدنا دنا ودنا لدنا، عاد شي خالف في الصندوق من الترك القديمة، عاد شي خالف في الصندوق. الوقت أزف بنا ولم تكتمل الحكاية والرواية، مؤكدا لنا لقاء متجدد نروي فيه تفاصيل أخرى للبلدة التي هي الحكاية والرواية.